نرجع شوية لمسيرتك كلاعب. صرحت قبل كده ان ما عندكش مانع تلعب للأهلي، واتكلمت في الموضوع ده كتير انا عارف، ولكن لو كنت عملت كده فعلا، شايف ان كان ممكن مسيرتك تكون فيها ارقام وبطولات افضل، ويمكن كمان تبقى شعبيتك مثلا اكبر؟ في الاخر انت كنت هيبقى الجيل الذهبي بتاع الأهلي اللي هو كان واخد محتكر كل حاجة وقتها، ولا انت كده كانت مسيرتك ماشيه صح؟ بص، انا شايف ان هالامور بالنسبه لي مشيت للي ربنا رايده، وانا الحمد لله راضي بمسيرتي بشكل كبير جدا كلاعب، والحمد لله حققت اللي انا كنت عايزه في النهايه، اللي انا ابقى موجود في نادي الزمالك. ده اللي انا كنت عايزه. اكيد طبعا، انا قلت عشان بس الناس بتاخد الحته دي، انت كان نفسك تلعب؟ لا، انا ما قلت كانتش نفسك، انت قلت ان انت موافق، ما عندكش موافق. مشكله. قلت انا موافق، ما عنديش مشكله ان انا العب في الاهلي، وده طبيعي السؤال بيسألني، وانا كنت لعيب في منتخب مصر وقتها، فانا قلت الكلام دوت، وقلت ان النادي الاهلي مش نادي صغير، واي حد بيتمنى يلعب في النادي الاهلي عادي. يعني نهايه مسيرتي مع نادي الزمالك كمان، اللي انت تحقق حاجه ما تحققتش من 30 سنه، في بعد رجوعك ان انت تاخد دوري وكاس في سنه واحده، تحقق الثنائيه دي حاجه كبيره جدا. انت تلعب سنه ونص، انا لعبت سنه ونص مع الزمالك بس بعد العوده، فيهم 6 شهور انا طلعتهم اعاره الاهلي بنغازي، حققت فيهم 3 بطولات، 2 كاس مصر ودوري مع نادي الزمالك، دي حاجه كويسه بالنسبه لي، شايف انها حاجه كويسه. وحتى الفتره اللي انا مشيت فيها بعد ما حققت دوري وكاس، كنت من اكتر اللعيبه اللي لعب في الدوري دوت، كنت لعب حوالي 34 ماتش من 38، وحقق ارقام كويسه، يعني كنت تاني هداف الفرقه بعد باسم، سواء في الكونفدراليه او في الدوري، والامور كانت بالنسبه لي. ومشيت في اخر السيزون، كنت اتمنى ان انا طبعا اكمل، وكان كنت استحق ان انا اكمل على الاقل موسم كمان في نادي الزمالك، لكن الاداره قررت كده، وشايف ان دي حاجه كويسه بالنسبه لي في مسيرتي، والحمد لله مبسوط جدا بالمسيره اللي انا حققتها مع حرس الحدود. كمان انت بتحقق 3 بطولات مع حرس الحدود، فرقه بعيده عن التصنيف خالص، وبترجع وتخش ملهاش جماهير، ما فيش ملهاش ظهر جماهير. يحميها. إيه؟ تتكلم في تحقق 3 بطولات، و3 بطولات على حساب الاهلي، يعني انت حتى البطوله الاولانيه احنا كسبنا انبي في النهائي، بس انت مطلع الاهلي من دور ال16، وبعد كده تاني سنه تكسب الاهلي في السوبر، السوبر المصري، وبعدين تاخد الكاس من الاهلي برضو، دي حاجه كنت بتنافس فرق كبيره، وكنت اكتر فرقه واخد بطولات في الفتره ديت، بعد الاهلي كان بياخد بطولات، وكنا احنا بعد الاهلي كان الزمالك بعيد، فكان العشريه السوداء اللي بيقولوا عليها. فالحمد لله انا راضي بمشوار، حتى مشواري مع منتخب مصر، انت بتبقى موجود في منتخب مصر لمده 10 سنين وانت بعيد عن انديه القمه، بتلعب في حرس الحدود وموجود على طول في المنتخب، وممكن بعض الناس كانت بتاخد ان انت بديل كتير جدا في بعض الاوقات، لكن 51 مباراه دوليه في الاخر، الحمد 9 لله. اهداف دوليه، بطولتين امم افريقيا، البطوله العربيه كنت موجود 2007، 2007 ومعرفش دوري حوض النيل دي مش ودورة محتاج حظ. حساب انت يعني، مش محتاج حساب انت يعني، عندك كتير.